في ناس بتلعب كورة في الشارع، وناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع، في ناس بتشتم بعض تضرب بعض تقتل بعض في الشارع، في ناس تنام على الأرض في الشارع، وناس تبيع العرض في الشارع. وفي الشارع أخطاء كتير صبحت صحيحة، لكن صحيح هتكون فضيحة لو يوم نسينا وبسنا بعض في الشارع. صباح النور. صباح الخير يا فارس. صباح الخير. لا خير عبد الله. اتفضل. الان والشيف عبد الله. فارس. بقول لك يا فارس. فارس. فارس الحمد لله. اتفضل. وخلي عبد الله لسه بدري. خدهم قبل ما يروحوا. يعني كل ده الحمد لله. طيب سلام. نهارك قوي. يا عم ابراهيم. منظور يا خواجه. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا انور. صباح الفل يا فارس. صباح الخير. صباح النور. سيجارة فارس. البنت دي مش لاقية حد للمال. من يوم ما اتطلقت وهي دايرة على حل شعرها كده. بس سيب كل واحد في حاله يا انور. ايوه يا عم، ما هي في الرايحة والجاية عينيها عليك. طب بذمتك يا فارس. بذمتك. انت يا سيجارة مش هتقطع الشغل ده معايا؟ عايز ايه يا انور؟ مالكش شغل بنت عزيزة. مش هتعطلني شغل انا عشان الشغل انت؟ يا اخي كده. يا اخي الواد ده عجيب قوي، حتى كوبايه الشاي مش عايز يقعد يشربها. تعرف ده بيموت نفسه عشان قال ايه؟ عايز يتجوز، وقبل ما يجي معاد جوازه ويكون خلص غلط. ما قلتليش يا فارس. بذمتك ما وصلتش. يا اخي خليك في حالك يا اخي. فارس كده. فارس. ايوه يا رزق.
بقول لك ايه؟ ما تروحش الحته الليله، عايزك ضروري. طيب. مش هتبطل التقل ده؟ عامل ولا كانك شفتني. بقول لك ايه؟ قول لك اخبارها ايه اليومين دول؟ بتنم المغرب. وابنك؟ ابوه خده يعيش معايا. قالوا لي ارفع قضيه، لكن القضيه محتاجه مصاريف ووجع قلب. مسير على الهوا ضمن كثير عليا ليك يا منها. ايوه يا جدع محسن مركب الورق. مش عندك مخ يا انا بتشغله. هنا ثلاثة كان حاضر، وعندك ثلاثة كان واثنين منه. اما الباسبور بتاعي جاي وهجي لك واجيب لك خمسه معايا كمان فرز وعقود. كويس كويس. المهم ايدك على الفكه قبل اي حاجه. انت اللي تعرف يا بشير مش كراوي حاجه يلي طبيعي ما يجيش ضربه. حد اشتغل عليا عربي. وليه بس هيسأل عليك يا استاذ شمعين؟ ما تروق بقى. اصل انا مديهم عنوان في التلفزيون على هنا. راح تربوش روح شوف عربية سنكرة وتعالى. كنت انا بس في نور. هو انت يا باشا بيت النهار تفاوض بالليل ساكن. ومن ساعة حسب سيدنا الاعمى. ده هات مني 3 جنيه. اعوضهم لك ما تبقاش شيخ بيقول. حرام لو مسكتني بسرق حلال عليك العشره. على كام؟ جنيه والمشاريب. ماشي. ولا عربي. ايوه جاي. وزع بقى. قول 2 جنيه. نعم 2 جنيه ليه؟ قلت لك قرصات قلت الماي. انا 53. ما الماتش بجد دلوقتي سيبه مكسور ومش هيلعب. الاهلي حماس الباب جديد ماليش مزاج ارجع. ازاي بقى؟ انا اتفقت مع كابتن محروس وبطل منه العجوز. امشي يا اسكندراني. مش وقت وحياة امك. اتكل على الله. راح وراح اتفاضل بنفسك. معلش يا فارس مره كده ومره كده. اديني 3 جنيه. بره قد ايه على الماتش؟ 10 دقايق. زي اتفاقنا يا كابتن محروس 30%. بلاش طبع يا رزق 20% زي كل مره. الله. اقول لك ايه؟ الماتش لسه ما ابتداش. هتسوق لبط مع بعض مفيش داعي. هو كده 20% واحمد ربنا. وانا بقى ما اتكلش اونطه ولا مؤاخذه. استنى بس يا رزق رايح فين؟ هاخد فارس ونمشي. ازاي بس؟ ده الماتش هيبدا. ما بصراحه بقى حسني يا سليم انت كمان ما ردكش كده. ده عايز يبلعني في كرش. لا دي الناس كلها جايه لي عطشان. تقوم تبيع وتشتري فينا. ده صرف عليه دم قلب يا جدع. يا اخي اقعد كده بلا مهيصه تلغى. سؤالنا محروس بعد كده. طب وديني النبي مع اللي حاطين الماتش ده وشوف بقى هيحصل. ما تصنع النبي بقى يا رزق. الراجل ما يقصدش حاجه. طب بقول لك ايه؟ نقسم البلد بلدين 25%. 30%. اتفقنا على كده يا حسني. عشان خاطر حسني سليم صح. الله. طب يا رزق ما بلاش اللون ده بقى. طب عشان خاطرك انت بس يا كابتن حسني خليهم 25% بس على شرط. اقف على الايراد لحد التذاكر ما تخلص. مساء الخير يا كابتن. اهلا كابتن حسني. نوفي وشرف. خليها. بقول لك ايه؟ الليله ليلتك. عايزك تجيب 5 تجوان على الاقل. ربنا سهل. وخلي بالك الواد سيد ماسوره الباك بتاعهم ما بيعرفش ينط كويس. بيرقص على الارض زي الجن. انما فوق ولد مليل. وخلي بالك الجون بتاعهم اشول.
النجم الكبير صالح ولاعب الكره الطراف وحبيب مش على الرال ولا ايه؟ معلش يا معلم، مش عايزك تخسر يا معلم. ماشي. في 2 جنيه ب 14 جنيه. 12 13 14 وكمان 10 جنيه نصيبك في الرهانات. ناس منهم بقى 3 جنيه ونص اللي دفعتهم لك في القهوه. يا جدع بطل سرقه بقى، ده انا دافع 3 جنيه بس. ايوه فسدتني يا اخي. ما تخصم كمان حق الاكل. لا حد انت اللي هتدفع الليله. اديك متريش واخر فل اهو. اسمع يا رزق، الطريقه دي مش هتنفع معايا. طريقه ايه؟ انا اسمع ما اقول لك. اذا كان عندك حد تاني يجي لك اكتر انا تحت امرك. اه. لكن تطمع؟ لا. العمليه مش جايبه همها بصراحه. بقول لك ايه؟ ما انت كنت شايف لك شوفه تانيه. قول لي عليها. اللي انا شايفه بصراحه بقى رزق انك انت بتسرقني. والغريب ان مفيش حاجه بتبان عليك. تكسب ما تكسب اجرب زي ما انت. بتودي الفلوس دي فين؟ ما تكونش بتبلبع. ما ارفعي. مساء الخير. الظاهر في حاجة كبيرة. لا وقتيلة في الدور الخامس. انت عارف البيه القرفان ده؟ ده رئيس مجلس إدارة. انت مش مصدق؟ ما يقولكش المنظر. انا عارفاه. مش على مفيش. ما انت راجعه بدري للاد يعني. اخر الشهر بقى والناس مضروبه. عايزه ايه مني يا بنت الكلب؟ ما تنامي بقى. هات 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 ه
ده اذا عرفت من الاذاعه اللي جنبك اذا قلقت تبقى تعالى اشرب لك كوبايه شاي. طيب. انا هروح احكمه على اولادي. يا ولد الكلب ده انتوا بتاكلوا ب 20 جنيه في الكبير. وليتوا على الدنيا يا ناس. هتطلعوني عن دوري. هتفتحوني ولا بالكلب. يا ابو الهول بتقول ان ساكن عندكم يا فارس؟ قتل من اجل السرقه. هما حققوا معاك يا فارس؟ ما لازم يحققوا معايا، مش انا من سكان العماره. سكان العماره ايه يا عم فارس؟ ده انت من سكان السطوح. يعني في العماره بالاسم بس. في ناس بيسالوا عليك يا فارس. حصل حاجة؟ لا ما حصلش حاجة. بس النهارده أول الشهر، أنت ناسي؟ طب وإيه يعني؟ أنا كل شهر بعت عليك يوم خمسة ويوم ستة، إشمعنى الشهر ده مسربعة أوي يعني؟ أصل ال 15 جنيه اللي بتديهم للواد ما عادوش ينفعوا. يعني أنت هتطلع أنصح بالمحكمة؟ المحكمة حكمت بكده. بس المحكمة ما تعرفش إنك بتكسب من الكورة. أنت عايز إيه بالظبط؟ عاوز إيه يعني؟ ما أنا قلت لك. وكمان الواد مدوخ. ماله؟ بيزوغ من المدرسة. وطول النهار يلعب في الحار، اضربه مضربه ما فيش فايده. وتضربي لي ايه؟ طبعا. ما انت عايز نبص في المدرسه ويطلع صايع زيك. روحي انت دلوقتي. وانا يوم الجمعه عدى عليك. وكمان في حاجه تانية عايز اقولها لك. شكلك كده بتحرجيني على حاجه من الصبح. انت عايز ايه؟ اصل جاي لي عريس وعايز يتجوزني. ايه مال؟ بقول لك جاي لعريس شغال في وزاره الصحه وساكن فوق ناديه صاحبتي. يعني ايه؟ يعني هتجوز، عندك مانع؟ يعني انت بقى جاي عشان تقولي لي الكلام ده؟ ما تتجوزي ولا تروحي في 60 داهيه، انا مالي؟ بس الواد طبعا البيت بتاعك مش عايزه معانا. لا انا قلت له عليه وافق انه يعيش معانا، اصل مراته ماتت وسابت له بيت هتتربى ويا الواد. جرى يا عم فارس، ما تيجوا تشربوا قهوه في المكتب احسن. بقول لك ايه؟ والله العظيم ثلاثة ده لو اتجوزت لك واخد الواد وعمرك ما هتشوفيه. انا بقول لك اهو ده بعينك. بص على ايه؟ بص على ايه؟ ايه التماحيل دي؟ هي عايزه ايه تاني؟ ده كهن نسوان وانا عارفاه. عايزه ترجع بعد ما شرشحتك في المحاكم وخدت الواد. روحي شوف الشغل اديك وشي. الله، هتطلع غلبك عليا ليه؟ في السك ولا يا بكر عمال تقول لي لما يجي لما يجي اهو جه اهو. عايز ليه؟ هكذا ادعم ان
your butt, I say, put a monk in your butt, put a monk in your butt, put everything in your butt. Please, please. Please. ده حلم ولا علم؟ اتفضل يا سيدي، ما تهونيش في الادب بعد كده. يخرب بيتك، ده انا ما عرفتكش. ازيك يا شعبان؟ ازيك يا ابو الفوارس؟ ازيك يا اد؟ ايه العربيات الحلوه دي؟ تحب تجرب؟ ايه مش خايف عليها؟ لا شدشها يا عم ولا يهمك، في غيرها وغيرها. انت قول لي 200. يا كابتن عايزين نلعب. انتوا لسه بتلعبوا اللعبه المهببه دي؟ مين؟ كابتن شعران؟ ليه؟ تعال العب معانا شويه. خلاص بطلنا، كان زمان. ازيك يا كابتن شعبان؟ ازيك؟ خلاص بقى انت اهو، يلا العبوا. انزل يا ابني تدشدش. ولاد حرام يا اخي. لوحة امك ده ابن حلال مصاف. ابنك؟ في الكرة مفيش نص نص، يا اما تبقى فوق والناس تهلل لك في الشوارع، يا اما تبقى عادي بقى واي كلام. وانا الحته دي كانت وجعاني قوي، قلت لنفسي على ايه؟ خدتها من قصرها وخرجت قبل ما يستغنوا عني. لكن انت بقى لو كنت فضلت في النادي كان زمانك بقيت نجم مصر كلها. انت ايه اللي حضفك على الحاره النهارده؟ جاي ابيع بيت العيله. انت عارف حته بيت خيبان بقيت جاي عشان يجي 5 مرات. ابوك ازاي؟ عيش انت. وانا من قبل ما يموت ما جيتش الحاره. حاولت اخده معايا المهندسين يشم شويه هوا نضاف، مرضيش. الله يرحمه كان جو فقر. اه في ناس كده. المهم انت بتشتغل في ايه دلوقتي؟ عندي اجنس عربيات في وسط البلد. يا ابن اللذينة. وانت؟ يعني يا شعبولة شغال في مصنع. طب ما تيجي تشتغل معايا. اه ماله؟ انا بتكلم جد. ايه يعني؟ هتشغلني في ايه؟ اي حاجة مش مهم. تقف في الاجنس، تسافر بره، تجيب عربيات، قطع غيار. اه كله ماشي. قلت ايه؟ افكر يا شعبان. هتفكر فيا يا راجل. خد الكارت بتاعه اهو وعد عليا واحنا هنتفاهم، هتنبسط قوي. ده انا برضه شعبان بتاع زمان. فاكر ياد ايام الترسانه والاشبال؟ كانت ايام حلوه والله. وكمان عملت كروت يا شعبان. ده انت بتسوق زي الجن اهو. مفاتح ابن العمية. لا مش شاريها له. على عادي. مع السلامة يا شعبان. مستنيك. ما تنساش يا فارس. مزعل ستك ليه يا واد؟ ازيك يا حماتي؟ الله يسلمك يا فارس. ازيك يا حقيقية؟ والله ما فيش على ساقك غير مزيكا. ازيك ازيك ازيك؟ لحد ما تلاقوني. يلا يا واد بس ماما. مع السلامة يا فارس. مع السلامة يا شعبان. مش كنت كلت لك لقمة يا فارس يا ابني؟ ماليش نفس. ليه اتغدت يا بقى بعد تاكليه بصارة زي هنا؟ ومالها البصارة يا واد؟ ده حتى ابوك بيحبها. اه بس والدتي بتغدى عشان يعرف يلعب. صح يا بابا؟ بلاش لمار. كل وقت تسافر. ما تغذي الشيطان يا ابني وتلقاه البعض. الحكايه ما حبكتش لدرجات. ربنا يسهل يا احمد. والولاد يتربوا في وسطيك وبطلوا عندي بقى. ده انا سمعت انها عاوزه تتجوز. ما هو يا ابني لو جيت للحق هي لسه صغيره، يعني لو اتجوزت ما حدش هيلومها. انتوا سايبين بعض بقالكوا 3 سنين. اهي جت. عواف على عيونك يا حبيبتي. جيتي بدري يعني. يلا بقى على المكنه. حبيبتي. كل كده وصلنا لبوزة ده وآخر شهر مفيش كتاب. أما! والواد زي النبتة وبقول لك عايز تسأل خلاص ورفقاه.
ما نبقى نجيب مكنة. هنقول له ايه؟ بيروحوا في 60 دقيقة بعيد عنا. لا اتغديتي ياما؟ يا بنتي لو عارفة ان انت جاية بدري كنت استنيتك. ها خليكي حضر لنفسك. تاكل؟ لا. Whoever laid this contract wasn't worried about $1 million. كذاب بالذكر والتلفزيون مفتوح. ما هوش الذكر ولا هو شغال. ما هوش الذكر جوه يا الله. يلا. يلا. مكنة بكام؟ مكنة ايه؟ تريكو. تجيلها ب 300 جنيه، ليه؟ مثلا. شفتيني وانا راكب العربية؟ عربية ايه؟ ما انا اللي دخلت عليكم وانتوا خارجين من الشغل. ابيع عربية الواد شعبان ابن ابراهيم لوزة، فاكراه؟ سوراماتي؟ ده كان زمان. دلوقتي بقى حاجة تانية عقبال عملت. عرض عليا اشتغل معاه ب 200 جنيه في الشهر. ده حرامي وقليل الاصل. ليه؟ عايز يطرد الناس الغلابه اللي ساكنين في بيت ابوه، ما كانش كده يهدي البيت على دماغه. هو عايز يبيعه، كان قال لي اهو. حتى عمته اللي ساكنه فيه بقى لها طول عمرها عايز يطردها هي كمان. هو محتاج فلوس اكتر من كده. ده المهم، المهم دلوقتي ان هو عرض عليا. ايه رايك؟ طب وانا مالي؟ ان شاء الله حتى تروح تسرق معاه. كان بيسرق عربيات قبل ما يبقى بيه. الحته كلها عارفاها عارفه حكايته. على كل حال انا لسه ما وافقتش. هي حكايه الجواز دي؟ اه زمانه جاي كمان شويه. هو مين ده؟ عبد المجيد افندي. مجيد محمد لو الحكايه دي بجد ما حدش يشوف الواد اللي طول عمرك. اضرب ما تضرب ما هو ده اللي انت فالح فيه. ايه اللي عملتيه ده يا دلال؟ ده كلام تقوله له يا بنتي؟ اي راجل ما يقبلش على نفسه الكلام ده. ليه بقى؟ هو ماله مالي؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه ازاي؟ ده جوزك يا بنتي. لا مش جوزي طبعا. اللي هياخد 200 جنيه في الشهر ما ياخد ان شاء الله ياخد 1000 جنيه. فاكرني حرايق. بعدين يا بنتي بلاش نشوفيه الدماغ. الجدع بيحبك وانت كمان بتحبيه. بحبه. حبه برضه. يا فارس. يا كفاري يا كفاري. ايوه حلو حلو تعال يا جماعه حلو قوي تعال يا جماعه حلو قوي. تعال يا جماعه حلو قوي تعال يا جماعه حلو قوي تعال يا جماعه حلو قوي. طب ايه رايك بقى؟ انا مره اترهنت مع محمود دره اللي توعى عليها فارس مش بتاع البوكس. امال ايه؟ ده كان بطل العالم في وزن الريشة سنة 54. بس دلوقتي عنده 12 عيل كلهم في قفا بعض وشغال في شغلة في المهمات وحالته اخر غلف بعيد عنه. شماله ده يا كابتن؟ ده انا يوم اتراهنت معاه على خروف مشوي. تشتريه؟ تشتريه ايه؟ ياكله. اه ما هو كان افترا بعيد عنك والواحد كان لسه في صحته. وحياتك وقمت بالخروف كله ولما الآن بقى قدمت على الخروف وقربت اخلصه كان هيتجنن يقول لي هات حته يا مورو اقول له لا هات حته يا مورو اقول له لا. عندك قيول يا سيفان وكلته كله؟ اه ما هو ايامها كان خروف بجنيه واحد. امال انت دلوقتي بتعمل ايه يا كابتن مورو؟ بديلها رز ومكرونه عشان تتمل. محدش سأل عليا من تلفزيوني عربي. امال دور اخباره ايه يا كابتن مورو؟ جسمه طول عليه ولا فيش غذاء؟ وكل ده حل على جسمه. اصل دول
زي اي حاجه محتاجه تربيه وعنايه، وهو دلوقتي بيروح لشغله من بولاق العباسيه على عجل، ومراته عمداه كل يوم بتملى له مخله في طرب زيت من اللي بيفرقوه على الاراضي، وطول ما هو ماشي بيقرقش فيه. مين؟ سلم؟ لحظة يا ازيك يا كابتن؟ ازيك يا سلم؟ انت لسه عايش يا هتلعب يا اسماعيل؟ ما تقعد تشرب حاجة. انما اقول بتعمل ايه بورسعيد؟ بيتاجر في المستورد ده عام حد قده. معاك ايه في الشنطة دي يا سلم؟ ولا حاجة يا راجل، بتلاقيها مليانة صابون وشامبو ومعجون اسنان. ماشي يا سلم، انا مش حاضر اشرب حاجه، اصل انا مستعجل قوي. اخبارك ايه؟ عايزينك في ماتش بورسعيد. الواد السنجا بيسلم عليه. هيدفعه كام؟ 100 جنيه. وادي 50 اهو. لا يا سلم، احنا عايزين 150 جنيه. فيها سفر وشغلانه. ما هو اصل ما اصلش ولا حاجه، هي دي الخلاصه. على العموم اقول لهم. طب استاذن انا بقى. مع السلامه. سلام يا حبيبي. يعني لازم تحرجه وتقول له شرطه ومش شرطه. شوف الدنيا يا جماعة، أو سلامة ده كان أحسن وينج ليفت في البلد. هات الرزق. إيه؟ قول لي إيه؟ هتضرب عوافع 50 جنيه هنتحاسب بعد الماتش. لا معلش أنا محتاجها. فيها كده يا كابتن مورا، عندنا العشة دي. ومش مروح؟ هروح اعمل ايه دلوقتي؟ اديني قاعد. قوم اتمشى شويه قوم. عربي يا عميل كام الحساب؟ كله؟ كله 55 قرش. ايه؟ ايه ده كده؟ عامل ايه الست اللي اتقتلت عندكم دي؟ انا مش عارفها. الواد 75 عمر. تشكر. زمان يا سهلة. وسهل الاحوال دلوقتي يا كابتن مولى. اهو يعني عندي شويه عربات خشب وشويه فوانيس كهرباء واجرهم في المتشاه. وساعة كده وساعة كده، وربنا بيرزقها برضه يا فارس. ايه ده؟ ايه ده يا فارس؟ دول سلف لغاية ربنا ما يسهلها. خلاص بقى كابتن، ده انت خارج سابع علينا من زمان. مع السلامة. عندك كم سنة؟ 30. متجوز؟ لا. 30 سنة و متجوزتش ليه لغاية دلوقتي يا علي؟ ظروف. عايش لوحدك في الأوضة اللي أنت ساكن فيها؟ إيه. ليه؟ يعني عايش لوحدك. بتخرج من اوضتك الصبح بدري وما ترجعش قبل نص الليل، بتعمل ايه طول الوقت ده؟ حضرتك بتسالني عن حاجات غريبه اهو. بص لي عادل لما اكلمك. يالا ما تخلينا في القضايا احسن بيه. انا اعرف شغل كويس. قول لي، ليك قرايب في مصر؟ لا. ما بتزورش حد؟ لا. ولا فيش حد بيزورك؟ لا. بتاع تجارة؟ اه. ايه
تقدر تقول لي يوم الحادثه عملت ايه بالتفصيل؟ بالتفصيل؟ ايوه. صحيت من النوم، دخلت دوره المايه، شطفت، غيرت هدوم النوم ولبست هدوم الشغل، نزلت على السلالم، قابلت البواب، صبحت عليه، خرجت على الشارع، فطرت. وبعدين؟ بعد الفطار رحت الورشة. ورشة ايه؟ الورشة اللي أنا بشتغل فيها. بتشتغل ايه؟ بشتغل عمل على مكنة. تاخد كام في الشهر؟ ما بقبضش بالشهر، بقبض بالإنتاج. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بعد ما رحت الورشة. أنت متصور إن أنا قتلتها؟ يعني هما ما قدروش غير علينا عشان يحققوا معانا، ويبيتونا في التكشيبة ليه؟ هو احنا متهمين؟ فارس، انت تعرف الولية دي؟ انا شخصيا ما شفتهاش غير مرتين ثلاثة كده. هما هيقعدونا هنا كتير. هنفرج عنك بضمان محل سكنك، بس ما تسافرش حتة لما تدينا خبر. بقالك يومين ما جتش الشغل يعني، كنت فين؟ ايه مالك ما بتردش ليه؟ طب حبيبتي خليك في حالك. رجعت لها؟ ما انا عارف هتفضل وراك لما تجيبك على بوزك تاني. ما تصطبحي يا بنت وخليكي في شغلك، انت هتشغلين المهرجان على الصبح. صباح المذيع عاوز. مين؟ المذيع. طب وايه يعني؟ يعني مفيش حد على سفيره؟ يا اخي تلهي انت راحك. بنعم فارس. الطريقة دي بصراحة ما تنفعنيش. طريقة ايه؟ الغياب كل يوم والتاني، وخناقاتك مع العمال، ده غير الزيارات اللي بتجيلك كل يوم والتاني وتطول دي. ده بقى مش نظام شغل. شغل ايه؟ انا بشتغل بالانتاج. انت فاكر الحكاية كده بقى؟ لا يا حبيبي، ثم انت كمان معطل لي مكنة لحسابك، ودي فلوس ناس، فلوس ناس وعاوزين نلمها يا سي فارس. ما اصل امبارح كنت تعرف حكاية الولاية اللي اتقتلت في العمارة اللي انا ساكن فيها. كانوا بيحققوا معايا وبقيتوني في التخشيبة. أنا ما بتكلمش عن المرة دي يا فارس، ودي مش أول مرة. أنا عارف إنك أحسن صنايع عندنا، بس دماغك مش في الشغل، دماغك في حاجة تانية. سيبك بقى من لعب الكورة دي وانتبه لشغلك. كورة بالليل؟ بالليل بالنهار، قاعد بتأثر على شغلك وخلاص. اسمع يا فارس، أنا بقول لك الكلام ده لمصلحتك وبس. طيب، حاجة تانية؟ لا، مع السلامة. خليك يمين، خليك يمين على طول على طول. تشكر سعادة البيت، مع السلامة. أهلا فارس، هما خرجوك؟ مين دول؟ الحكومة. أنا أول ما سمعت إنك دخلت الحبس كان عقلي حشتني. أنت سمعت إيه؟ البواب بتاع بيتك قال لي. تصدقت برضه الرزق اللي نعملها؟ اقص عليك يا فارس، دي فكرتك عني برضه. طب انا كنت لسه بجهز نفسي عشان ازورك بعيش وحلاوه حلاوه. العب امتى يا رزق؟ ايوه حرفضه عدوه من لعبه حريف. شايفين ازاي؟ شد حيلك يا طيب، نص ناس عشان النبي. يا سانجا ما تشد حيلك يا جدع. بس يا دكين اشت عليه ومهد بيا وحديد. بقول لك هنكسب يعني هنكسب. انا معانا الحليب بتاع مصر يا جدع. والله لو معاك الجن لك السانجا هيكسب. يا فارس ما تشد حيلك. امال
وصلك 100 قبل الماتش وادي المية التانيين. انا هاخد ده. المحل كله تحت امرك يا طيب، اؤمر انت بس يا ابو الكباتن. طيب. واخد ده كمان عشان الواد. مش حلو ده عشان باقي يا رزق؟ مقاس الانسه كده. انتوا نازلين فين يا ابو الكباتن؟ في الطنجة في الحياة التجارية. خلاص انتوا معزومين النهارده عندي على العشاء، هعمل لكم أكلة سمك معتبر. لا معلش. معلش ايه يا ابو الكباتن؟ واحنا هنغرم حاجة؟ السمك موجود عندنا في المحل. لا مش هنا، محل التاني. حاتم محسوبك تاجر سمك، ومن يومين فتحت البوتيك ده، وكمان يومين هفتح مكتب تصدير واستيراد. طب الحاجات دي بقى حسابك كام؟ حسابي يا ابو الكباتن، ما تصلي على النبي. بقول ايه؟ ما تقعد معانا لبكره ونعمل ماتش حبك. لا معلش، اصلي عندي شغل في مصر. شويه. ده انت طلعت ابن حنت. طب قول لي دخلت ليه الماتش؟ ما تعودناش على الخيانة. ما تكبرهاش يا اسكندراني، دي حاجة هايفة. هايفة؟ دي حاجة هايفة؟ تبيع الماتش من ورايا وتقول لي حاجة هايفة؟ أطلع ندوة إيه؟ تيجي أنا؟ إيه؟ خلاص؟ بقيت شمال عينك؟ ما نكسكش تاخد غص؟ ما تهربش من الكلام يا فارس. الله؟ يا أخي لما أجي بورسعيد أنا لازم أعدي في المعدية، أشم هوا. أنا كل حاجة المرة دي هعدي. لكن خلي بالك انا رجلي دي ضاعت في حركه شقاوه سيدي. عشان ما بتعرفش تجري كويس. انا كنت احسن واحد يجري في اسكندريه. لولا الترمايه ابن الحرام خدني على غفله. انا سمعت ان انت كنت نشلت ترمايه في اسكندريه، صحيح الكلام ده؟ مالك يا سولم؟ كده فارس تبيعني؟ هو انا عيل صغير؟ ده انا رايح لك لغايه مصر. انت مالك انت يا سولم؟ ازاي بقى؟ هي مش وشه برضه؟ طب اسمع، خد دول وسيبك منهم. يا جدع امسك دول اصحاب بوتيكات مع بعض، امسك. Thank you.
الحاجات دي قلتهم الواد مستني ليك حد كده وماشي لامي. يا الكرم اللي نزل عليك مره واحده ده. انا عندي ماتش بورسعيد. لقيت متريق. ايه مش ماشيه؟ لا لسه قدامي كان في كلام بخلصه. طيب انا هخلص دلوقتي. اخر نهار هقعد شويه اشوف الواد. يا جمال التاكسي مستني تحت ميه والبنديله عماله تعيني. اصل المحلات بتقفل النهارده من الصيوم. انا مش متفق معاكي يا جلال انك تستنيني تحت. مين ده؟ ده الاستاذ عبد المجيد خطيب نازلين عشان يشتري حاجات لبنتي. ويبقى مين حضرتك؟ اسمع مولى ماليش دعوه بيها. انت تقعد تشربك طول ما تدفي نفسك فيها. مالك ومالك وفيه وجفعته عينيك. اوعى اوعى فيه الراجل يا فارس. الله ما لقيتش غير الكوانه ده وزولها. اسمع يا راجل انت لو ما بعتش عنها هتصلك طعم اسنانك. انت فاهم؟ هي ايه الحكايه بالظبط؟ ازيك يا عم فارس؟ ازيك مال رجلك؟ انت مش عارفني؟ انا محسن. وديني النبي الراجل درز شطه. ما تيجي تاخد لك سندوتش. انت مين؟ انا محسن ابن عبد الحكم. ده بيت اختي على بال ما وصلت لها. تعالى خد لك سندوتش. تعال. ده جنب البلد؟ اه ده اتاري مصر واسعه قوي يا عم فارس. خد لك سندوتش. ده ابن عبد الحكم؟ اه هات سندوتشين كمان يا عم. قلت لك شطه ولا بلاش؟ لا حط شطه. انت محسن؟ خرب بيت ده انا ما شفتهاش من ايام ما كنت في اللف. ابوك ازاي؟ كويس مفهم عليك قوي وكان نفسه يجي عشان يشوفه. استنى بس. لا والنعمه. استنى استنى والنعمه ابدا. ده اللي عازمك جراي يا عم فارس. خد يا عم خد. خد يا عم فارس. خد. ابوك لسه صوته حلو زي زمان. حكم كان غوي مغنى. مغنى يا عم فارس ده عجز واللي يشوفه يقول عنده يجي 50 سنه. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ هو السندوتش بكام؟ ريال. ريال؟ يا سلام ده الاسم تبدا وبس. ده انت درس شطه. ابوك عنده ايه غيرك؟ عنده نص دس انا البكر بتاعه. شكرني يا عم ابراهيم. شكرني يا اخويا. ربنا يسترها معاك. الراجل اللي جاي بيستناك فوق. انت عارف يا عم فارس انا كنت فاكرك اكبر من كده. اصل ابويا كلمنا عنك وعلى ايامك مع بعض. تعرف يا عم فارس انا اول مره اركب البتاع ده اهو الاسانسير ده. اول ما طلع زي ما يكون روح انسحبت كده فوق. كنت اتعود عليه. يا جاه النبي يا مصطفى ده انت ساكن في السماء يا عم فارس. وايه ده كله ده؟ كنت فين بقالك يومين؟ نزل ايدك. خد يا محسن افتح انت الباب. خش عشان عايز ايه تاني؟ حضرة الضابط بدور عليك من امبارح، انت كنت فين؟ Thank you.
فين امبارح؟ مش عاوز ترد؟ كنت في بورسعيد بتعمل ايه؟ بيقولوا عليك حريف. خدت كام في ماتش بورسعيد؟ برضه مش عايز ترد؟ المرة اللي فاتت قلت لنا انك انت مش متجوز. امال مين دلال؟ وبكر؟ كدبت علينا ليه؟ انا ما كذبتش. انا ما جاش في بالي الحاجات دي هتنفعك. لا كدبت. وانا عارف الصنف بتاعك ده كويس. علاقتك بابوك واهلك في البلد، وعلاقتك برزق الاسكندراني، وعلاقتك بسعاد زميلتك في الشغل. يا ده انت عرفت عني كل حاجه. هما طردوك ليه من اشبال الترسانه؟ انا اللي سيبت. ليه؟ انا حر. المعلومات اللي عندي غير كده خالص. انت اتخانقت مع المدرب بتاعك وعملت له تربانه في دماغه، وعملوا لك محضر في القسم وقضيه، وبعد كده ضربت مراتك وعملت لك محضر برضه في القسم، ورفعت عليك قضيه تطلب الطلاق وحضنت الواد استنادا لتقرير الطبيب الشرعي اللي قال انك انت كسرت لها ضلعين في القفص الصدري، والمحكمه حكمت ليها بالطلاق وبحضنت الواد. انت ايه يالا؟ بلطجي؟ هما طلع الفلوس اللي معاك. كم دول؟ ما عندتهمش. دول لقيتهم في شقة القديمة؟ فايش؟ كان ممكن احطك في التخشيبه لغايه ما نتيجه الفيش تبان، لكن انا بقى مطمن انك هتقع. هتقع. انا فعلا ما قتلتهاش، مستعد احلف لك على مصحف. ده كلامك انت بس. صح، صدقني. قبل الجريمه بيومين كنت عندها بتعمل ايه؟ هي كانت ست طيبه وشها سمح، كانت بتفكرني بامي. في اليوم ده لقيتها شايله حاجات كتير، شلتهم عنها. والله العظيم ده اللي حصل. تقوم تدخل معاها الشقه وتقعد عندها حوالي ساعة؟ حلفت عليها لاشرب معاها فنجان قهوة، قعدت تشتكي من ولادها اللي سابوها واتجوزوا. بقول لك انت بتفكرني بأمي. وأنت طبعًا قعدت تواسيها عقبال ما تلحق تشوف الشقة وتعرف مداخلها ومخارجها. أنا ما قتلتهاش. تقدر تمشي دلوقتي. والآخر مرة بقولها لك، ما تسافرش في أي حتة إلا ما تدي لنا خبر. خرج عبد الله معاه. الدنيا برادت قوي على فكرة. لا والنبي يا جماعة. ثلاث ايام، ثلاث ايام يحبسوني بتاع ايه؟ هو انا قدرت الفرخه؟ انا عارف هم مخرجينها مع بعض ليه؟ عشان نوقع بعض يا فارس.
انا عارف انهم عايزين كده. فارس ساكت ليه؟ ما تقول حاجه. بخبر ورانا. انا عارف ما هيسيبونا في حالنا ابدا. هو انا اقدر اقتل الفرخه يا جدعان؟ عايزين حساب 30 قرش. مين؟ عبد الله يا الف الخراب يا دي الف ليله بعيده. ابعد عني انا تعبان. ايه يا عم فارس؟ ايه اللي جرى؟ امال الراجل ده كان عايزك ليه؟ لا شويه حاجات بسيطه وخلصت يا مصري. انت ما نمتش ليه؟ انا كنت مستنيك يا عم فارس. ايه مالك يا عم فارس؟ لا اصلي متضايق شويه كده يا مصري. انت علمت؟ يا ليله الصدى يا اولاد، ده انا ما كنتش عايز اقول لك. في الباقي في حياتك يا عم فارس. مين؟ انت ما علمتش؟ معلمتش؟ يا ريتني ما كنت قلت لك. ايه يا محسن؟ اصل امك اتوفت بقالها جمعه. والله يا عم فارس ربنا ريحها. فضلت قاعده في البيت 5 سنين ما تقومش من على فرشتها. وابويا كان فاكر انك هتحضر الدفن. لكن معلش اخوك المرسي وعمك مسيوني قاموا بالواجب وعملوا لها سهره بصوان. ازيك يا فارس؟ مال زرعتها قمح وطلعت شاكوريا؟ ما تروق. شفتني وانا داخله عند السيد رئيس مجلس الاداره؟ ابن الايه ساكن في حته شقه يا جدع تقولش جنه وعايش فيها بطول. قال على راي المس يدي الحلق للي بلا ودان. جثه وطول بعرض وفلوس ايه؟ أنا أمي ماتت. أنا عندي نص إزازة كونياك هدخل أشرب. الثانوية العامة وقلت كفاية على أبويا لحد كده. أنا عاوز أشتغل في أي حاجة وأخش الجامعة. ربنا يسهل لك شغل معاك. يعني مش عارف أشكرك إزاي يا عم فارس. صباح الخير. ليش إن أجنبي يا فارس؟ يلا. والله لولاك هني أنا كنت اتبهدلت آخر بهدلة، لا حاجة تلحس المخ. يلا أنا عادي بسرعة. بس أنت رجليك أحسن النهاردة. صباح الخير. صباح النور. المدير هو اللي عمل كده يا فارس. انا دخت معاه لكن مفيش فايده. روح اقرا وكلمه قول له اي حاجه. قول له انا كنت عيان. انت ليك عندنا حساب يومين. عادي خدهم من الخزنه وانت ماشي. انا حذرتك اكتر من مره لكن الصنف بتاعك ما بينفعش معاك كلام. اصل اليومين اللي فات لا اصل ولا فصل. عدي على الخزنه خد حسابك وانت ماشي. وده مين اللي معاك ده؟ ده واحد قريبي كنت جايبه عشان اشغله معايا. تعالى. تعرف تشتغل ايه؟ انا معايا الثانويه العامه يا بيه. مش مهم الشهادات مش مهم. انا بكلمك عن الشغل. تعرف تشتغل ايه؟ اي حاجه سعاده البيه.
تاني اعجب سعادتك قوي، هتسال عن فارس. على العموم احنا محتاجين عمال كتير اليومين دول، استناني بره شويه. اسمع، بتلعب كوره؟ لا، بس ممكن اتعلمها. بيه اتعلمها؟ هاوي فارس، فارس، فارس. ايه سبت الورشه خلاص؟ رفستها برجليك زي ما بترفس اي حاجه؟ انت ايه، مخلوق من ايه؟ مش ناوي تركز بقى؟ عاوزين اعمل ايه؟ قول لهم انك كنت عيان. انت ما بتحسش؟ هو انت اول واحد يغيب؟ ما يجيش منه بقى، انا اصلا شفت شغل تاني. وانا؟ انت ايه، ما بتحسش خالص؟ شوف بقى سعاد، انا اصلي ما انفعكيش ولا انفع لاي حاجه خالص. انا احسن حاجه روحت في نفسي بالحياه. استنى، ما قلتليش هتيجي الليله؟ ما بتزورش ابوك ليه؟ نسيته ولا مستعر منه؟ يا تعجزت هو اوي. فاشر ده، انت اللي عجزت. ابنك فين؟ ما بتجيبوش ليه؟ مش عايز يعرف جده؟ بابا امي ماتت. ها؟ اه؟ انت سمعت اللي انا قلته كويس؟ بقى لك كام سنة ما شفتهاش. معاك سيجارة؟ كلنا هنموت. ازيك يا فارس؟ من زمان ما حدش بيشوفك يعني، كنت فين؟ اهو عايش يا نرجس. وانتوا عاملين ايه؟ هنعمل ايه؟ عايشة والسلام. شوف اخواله ليه؟ ما تصدق حد يجنك الا لما تقعد تشتكي. لسه بترقصي زي زمان؟ ارقص ايه يا فارس والنبي تسكت؟ وانا يا ابني قادر اطبخ طولي ابدا؟ يوم تزمار برضه يا نرجس. انا سامع ان انت لما كنت بترقصي ببالك كنت بتوقفيه على رجلي. صح يابا؟ يا مية كانت الناس فاضية وعقلها فاضي. نعم نعم يا سيبك، لما سبت الدنيا واللي عليها علشان خاطر نادي كان عقلك فاضي برضه؟ تروح أول ليه تعمل لنا لقمة ناكلها؟ يلا. إيه ما تشبعيش من النار أبدا. الله، هو الأكل هيطير ما لسه بدري. قول لي يا فارس، إزاي ابنك الصغير؟ ما بتجيبوش معاك ليه؟ لو وعدتني انك انت ترقصي هجيبهولي. كنا انت دايما رايق كده، اما اروح اغطي لكم الغداء. الله، مش عايز حاجه يابا. الراجل بتاع الاقفاص كان ميعاده يجي امبارح، ما جاش. مش كفاية انه بيديني ملاليم، لا كمان يتأخر. مش عارف ان الواحد وراه مصاريف وبيت مفتوح. ايه ده؟ معلش يا بابا، بكرة تفرج واجيب لك اكتر. انت مزنوق يعني؟ مش هتيجي مره نزور تربتها؟ رجع مراتك يا فارس، خلي ابنك يعيش وسطيكوا. دماغها زي الحجر يابا، عايزينها تعتب بنت الكلب.
اسمع كلامي ورجعها. طيب بابا، سلام. فارس، لما اموت ابقى تفن في البلد. فارس يا فارس، عم اسماعيل حد من التلفزيون طالبه. تلفزيون؟ مش معقول. انا عندي واحد بقى ابدع مني، حد غولفه، ونشكل عليه شويه عيال حلوين واعمل لكم الفرقه النهائيه. بس هم عاوزين هو ده بالاسم. بس هو بقاله مده مش باين. جرايه يا كابتن ويس، يعني صعب عليك انك تجيبه؟ امال فين عم اسماعيل؟ عم اسماعيل تعيش انت يا ابني. 150 جنيه. ماشي، وادي 50 جنيه على البوط. الباقي اتحط في ايدي انا. مفهوم؟ مفهوم، وانا في انتظارك يوم الجمعه بعد الصلاه ان شاء الله. قول يا تساهيل. على اذنك بقى عشان الحق اكتر. مع السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. ان شاء الله. من عينيا. اهلا يا كابتن. ازاي رجلك؟ لسه بتشوف الطريق. بتقعد. رجلك فين؟ بعتها ولا ايه؟ لا، أجرتها خفيف. ايه أخبار اللعب؟ زي ما أنت شايف الحال نايم. الناس ما بلاش نفس الحاجة. أمال مين اللي كان قاعد معاك ده؟ ده واحد معرفة قديمة من اسكندرية. أنا عايز فلوس يا رزق. منين؟ ما انا قاعد قدامك اهو. بقول لك يا فارس، الناس مكلميني على ماتش كده، على ما اقسم يعني في البراجيل. ما تيجي تلعبوا. شوف اسكندراني، مش فارس اللي هتعمل فيه كده. الله الله، ومالك محمود كده ليه؟ اقعد كده وراوق. عليا الحرام من دراعي لو حكمت لقطعها، ومش هعرف زيك. فارس! 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 فارس، اسمع امال، جريه حلاوه، ما تروق امال، ايه اللي معكر دمك بس؟ الله، ما تهدي شويه يا فارس، انا نفسي مقطع. عايز ايه؟ عايزك تروق معايا وتفوق وانا اكلك الشهد. محتاج فلوس قد ايه؟ مش محتاج. الله، ما تروق امال يا فارس. والله اللي انت قايل، اقول لك خد 20 جنيه هم، 30 هم، امسك امال ما تكسفنيش. الله، ده انا زي اخوك الكبير. بس ما تنساش الجمعه الجايه هنسافر البراجيل. رايح فين؟ مروح. بتيجي تاخد لك كاسين معايا يونونوك ويخلوا راسك في السما. انت عارف انا ماليش فيه. الله، يبقى لسه زعلان بقى؟ ايه، عايزني احب على راسك؟
ما تنساش الجمعة الجاية. جنيه بالكريم 140 خليهم خمسه 175 كنت فين؟ في السين. ازاي الواد؟ كويس. رايحين فين بعد كده؟ هنروح فين يعني؟ مروحين. موظف محترم بنضارة قاع شفشق برضه. انت هتحترم نفسك ولا لخبط لك وشك بالبتاع ده؟ وانت نادر مش كنت شايفها عريس اكبر من الاستاذ عم جيد ده شويه؟ هو خار يا خار من وشك النحس. قلع. من ساعة ما شنشنت وهو قال يا فتيل. برافو عليه، تالت بتلبس. فرحان قوي طبعا. استنى. انا ماشي. خلاص الجيلات بتاعك وبعدين يمشي. عمرك ما هتكبر ابدا. مع السلامه ناديه. أنا عاوز أكلمك في موضوع. إيه؟ أنت طبعاً بقيت راجل دلوقتي وتقدر تفهمني. لا أنا عايز أسألك سؤال. أنت عيال مجننني في الحارة. إيه؟ أنت ما بتلعبش في الآلة ولا الزمالك ليه؟ عشان الآلة شبوه في التلفزيون. أصل اللي عاوز يلعب في نادي من دول لازم يلعب فيه وهو صغير. أنا خلاص كبرت. طب أنت كنت بتلعب في التلفزيون زمان، رفضوك ليه؟ ما رفضونيش، أنا اللي سبته. زمان ما تتجنن عليها الوقت، لعبة غلبت عليها في كل حتة. هنروح نجيب شنطتك وأروحك على طول. ليه؟ أنت مش هتخليني معاك على طول؟ فارس! عم فارس، أنت دريت باللي جرى؟ خلي باقي معاك يا نعم. فلت يا عم. مبروك. ايه اللي حصل؟ بذمتك ما كنت تعرف مين القاتل ومخبي؟ هو انت لازم تتهمني بأي حاجة وخلاص؟
على كل حال الكلام ده مش مهم ابدا دلوقتي، لان عبد الله جارك هو اللي قتلها، ولما جينا نقبض عليه حس بينا، قفل على نفسه وعلى اولاده وعلى مراته الاوضه، وهدد ان هو هيذبحهم لو اي حد قرب منه. وبما انك تعرفه وممكن يطمن لك، ممكن تخرجه من الاوضه علشان انجي العيال. طب انا مالي انا ومال الحكايه دي؟ ده اتجنن وممكن يقتل ولاده ومراته وعاوز توقعها على دماغ انا. اتكلم كويس يالا. عبد الله، عبد الله ارجع يا فارس، مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. اسمعني بس يا عبد الله، انا هتفاهم معاك. لا لا مفيش تفاهم، قول لهم كده يا خرجوني من هنا يا اما هخلص عليهم. تخلص على اولادك يا عبد الله؟ يا عقل اسمعني، انا هخليك تهرب. ما تاكلش معايا حلاوه يا فارس. صدقني يا عبد الله، انا هخليك تهرب من اوضتي بسرعه قبل البوليس ما يجي. البوليس عندك مال السطوح. مفيش حد هنا يا عبد الله، هم واقفين تحت على السلم. انا هخليك تهرب من حته تانيه. انت بتضحك عليا، انا ما قتلتهاش يا فارس. ما كانش قصدي اقتلها، انا ساعتها وقعت وما كانش قصدي، ما كانش قصدي. انا عارف، عارف يا عبد الله، عارف. طب اسمع يا عبد الله، افتح فتحه صغيره وبص، لو لقيت مخلوق على السطح اقفل تاني. ها؟ بسرعه يا عبد الله قبل الوقت ما يعدي. انت هتخرج من هنا على اوضتي، على السطوح اللي جنبينا، وتقفل بسرعه قبل اعداده ما يزيد. يلا، يلا يا عبد الله، يلا على اوضتي، على الشباك، على السطوح، جري، يلا. لا يا عم، انت بتضحك عليا. خلاص يا عبد الله، انت حر، هتضيع الفرصه من ايدك. يعني مفيش حد خالص؟ مفيش، بس كمان شويه هيبقى فيه عبد الله. تعال تعال يلا عبد الله، تعال. عملتها فيا بس. وده انت عايز ان شاء الله تنفذ الواد نصوص الليالي في شوارع بيصية؟ مش مكفيك نفسك؟ عايز تطلعه زيك؟ المبحر يا شريف، انا عايز تاخده تاني من ورايا، انا كنت ببلغ البوليس وقايل انك خطفت.
صباح الخير. صباح النور يا عم فارس. انا كلمت عم ابراهيم البواب واخر الاوضه بتاعت عبد الله. اصل مرات عبد الله سابت الاوضه وسافرت البلد. انا اجرها ب 20 جنيه. هو كان مأجرها لعبد الله ب 15 جنيه. والنبي يا عم فارس تخليه يخليها ب 15 زي ما هي. طيب يا محسن. ايه حكايتك مع سعاد يا عم فارس؟ ايه؟ ده كل يوم بتسالني عليك. وبتقول لك ارجع الشغل. هي كلمت المدير والمدير وافق. سلام بقى يا عم فارس. سلام بقى علشان الحق المصنع. مع السلامة. على فكرة يا عم فارس يبان عليها بتحبك قوي. سلام. اللي جابك لغايه دلوقتي؟ وانا خلاص هقعد معاك هنا على طول. وامك؟ مش عاوز اروح لامي ولا المدرسه كمان. يا ضربتك؟ وديني ان انا رايح لها بعد كده. تعرف تعمل شاي؟ بعرف اطبخ كمان. بابا. ايه؟ انا عاوز اشتغل. تشتغل ايه؟ ميكانيكي زي الواد خالد ابن ام خالد. بواب. طب والمدرسه؟ وين المدرسه هتطلعني ايه يعني؟ مش موظف زي عم عبد المجيد؟ لا يا عم انا اشتغل ميكانيكي احسن. انت شفت عم المجيد ده فين؟ ما هو يا جنة البيت. يا ساتر عليه وعلى بنته. ما بتعرفش تعمل حاجه في الدنيا ولا بتحب السينما ولا الكوره. فالحه بس تقعد ماسكالي حته عوصه ماشكه ربانه لو قربت منها تدي بالصوت. تاني مرة ينزل فيها الكوبي. كنت طالع بهاد بلاش تماحيك يا ولد. لا بقى شغل النبض ده مش عليا يا سفارس. بلاش سير. ده أول مرة ينزل فيها الكوبي. لا بقى نزل في العمارة بصرت بيه العشرة الحمر. تاني مرة مش قادر اللعبة ما تلعبش. أنت بتنادي عليا يا أخوك ولا يا فارس؟ أنت عارف إنه مبارش يبقى. سيبني عليا كده. والله ما راجع مش هلاحظه. تعالى تعالى. سيبني عليا والله ما راجع مش هلاحظه. لك الشغل النهارده. انت اترفدت وقريبك قال لي ان امك ماتت. ايه في حياتك؟ امال يعني ما قلتليش؟ يعني يهمك اذا كانت ماتت ولا لسه عايشه؟ امال انت بتشتغل في ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايف. مش ناوي تعقل بقى وتركز لك في حته؟ امال ناوي تصرف على الواد منين؟ الواد متعلق بيك. أول مرة يهرب من المدرسة ويجيك. أنت بتقول له إيه؟ ما بقولوش. إزاي بقى؟ أنت مش خايف على مصلحته؟ عاوز يتعلم الزوغان من المدرسة؟ أنت كمان بتضربيه؟ بتضربيه ليه؟ خايفة عليه. نفسه يطلع ينفع نفسه. ولا هتنفعه أنت لما يصيح. يلا مع السلامة. الله انت هتسيبني وتمشي. انا عاملة طرح على الغدا النهارده. ما تيجي تتغدى معانا؟ لا ماليش نفس. غدا بكرة. بسمع كلام امك يا ولد وبطل تزوغ من المدرسة. ليه كمان بتضربني؟ انا عايز اجي معاك. ما لازم تضربك عشان بتعمل حاجات غلط. حاجة على امك ولازم تربيك. بعد كده ما تبقاش تجيلي لوحدك فاهم؟ الله طب انا ولا معايا؟ اسمع كلام وبطل غلبة. مش هتعطيني الكتاب بكرة عشان اتفرج على اهلي؟ هي بتتفرج على الاهلي ولا على ابوك؟ الله انت هتلعب بكرة؟ خالي خالي يكون معاك لغايه ما تلاقي شغل. انا معاك. ما تتمش بكره. حرير قشطه عليك يا بتاع مصر. انت
ابيض واسمر ايش عليك يا بتاع مصر انت؟ مقتنع هيكسب اقول لك فارس هيكسب تراهن على 5 جنيه معاه طلع طلع اللي عايز يراهن يطلع ايوه حريم علمهم اللعبة هندسة ايش عليك ولا يهمك غيره العب غيره شد حيلك ايوه حريم بعدين يا فارس فكرة متعدين تعبت قلت لك بطل السجاير دي يا كابتن هتلعبوا ماتش تاني اه ان شاء الله هنلعب العيال دول صحتهم حلوه قوي يا رزق للجمال اول مره تسافر بره مش كده ايوه خلاص العربيه اللي تعدي بيها لك عليها 300 جنيه ده غير مرتبك من هنا ومصاريف سفرك وكله وما تخافش مفيش عليك خطوره ايه هتشغلني في التهريب ولا ايه حاجه زي كده والله وهنتلم تاني يا ابو الفوارس انا هبقى احصلك بره ونقضي ايام هناك زي زمان فاكر ياد المرة دي بقى في أوروبا وبنات أوروبا اللي ينوروا في الضلمة قول يا أبو الفوارس عندك حاجة ليلة؟ Thank you.
صباح الخير. طبعا النور يا مؤسسة. ايه اللي مصحيك بدري؟ انا قلقت ساعة ما انت جيت. ايه اللي اخرك كده؟ لا كنت سهران شوية كده. إيه انت لسه برضه ما لقيتش شغل؟ لقيت. الف مبروك. في ورشة برضه؟ لا ده شغلانة كده فيها سفر بره. الله، وشغلانة ايه دي اللي فيها سفر بره دي؟ هستورد عربيات. الله اكبر، الف مبروك يا عم فارس، اهو ده الشغل بصحيح. قدمت ورق في الجامعة؟ السنة الجاية بقى، السنة دي خلاص. على فكرة يا عم فارس، سعاد دي غلبانة وبنت حلال. كلنا غلابة يا مصر. ايه رأيك؟ هايلة. مبروك عليك يا عم، بس إيجارها من مرتبك لحد ما تشتري لك واحدة. هي دي مراتك؟ أيوة. يلا اتكل أنت. يعني هي عربية ابوك؟ ما هو عربية ابوك انت يا ابني، ممكن تسيب في الهوا. بس يا واد انت وهو بعيد عن العربية.
عايز ايه فارس بالظبط؟ احنا ليه ما زعلنا واتخانقنا؟ عمرك ما اطلقت زي المره دي. عشان حمار ناقصك البرداع. في حد في الدنيا يعمل اللي انت عملته ده؟ عايز تموتني؟ تعمل لي عقل مستديمه واسكت لك؟ ايه فاكرني هفيه؟ بعد كل اللي انت عملته ده؟ عايزني اطبطب عليك؟ مش تقديش لعين زمان. بقول لك ايه؟ ابعد عني احسن لك. هصوت. انا حالفه اني ما ارجعلكش ابدا. حتى لو مش هتجوز خالص. والولد؟ هربيه واطلعه احسن منك ومن اللي خلفوك كمان. وزي ما قلت لك انا خلاص حرمت. في دقن ما بيبطلوش. ابعد عني. انا هشتغل في الاجنس بتاع شعبان. هاخد مرتب كويس وهسافر بره وهاخدك معايا. ابعد عني. اتفتح يا عم. هل ده هو انت؟ خفت يا عرج؟ لا تقعدينا يا عم. ايه العز ده كله يخرب بيتك؟ سريها منين دي؟ ازيك يا مختار؟ ما قلتليش سريع منين؟ بتاعتي ولا الحوجة لماتشاتك الفارية؟ ايه ده انا كنت لسه هقول لك على ماتش الاوبيسي بكرة الجمعة في عمنا برياض. مش هتيجي يا كابتن؟ هو ده اول ماتش ليك مع رزق. اه طب خلي بالك. سلام. سبحان العاطي من غير مناسبة. كابتن مارو. مين؟ فارس؟ رايح فين؟ اركب افسحك شوية. لا انت اشتغلت سواق؟ يا عرميت يا كابتن. مالك يا كابتن؟ يا اخي النهارده حصلت حاجة انما عكننتني قوي. خير؟ انت فاكر الواد لوقا كابتن شبرا؟ اه عارفه بقاله مدة مش باين. بنته النهارده جهة البطنية وصدقني يا فارس ما عرفتوش. حالته بقت تصعب على الكافي. ايه؟ حصل له ايه؟ بيريل واصفر ومنصوص زي الغاب. بقى واحد تاني خالص لدرجه اني ما عرفتوش. وايه اللي عمل فيه كده؟ بيقول لك دخل البطنيه من 5 سنين صاحب واحد يا سيدي من تجار المخدرات شافه وهو بيلعب ومن يوم ما دخل البطنيه ما خرجش منها لحد دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله العظيم. لكن ما قلت ليه جبت العربيه دي منين؟ اشتغلت في اجانس. نزلني هنا. انت مش مروح؟ اروح دلوقتي اعمل ايه؟ لسه بدري. ما تيجي تطلب شاي معايا. متشكرين يا كابتن مور. من هنا يا كابتن. Thank you.
الله يخليك يا فارس، والنبي الواحد قلبه نسي الفرحة من زمان. أهو كده نشم الهوا زي البني آدمين. هنقعد كام يوم في اسكندرية يا يابا؟ أسبوع بقى. مش هتاخدني معاك بره يا يابا؟ إلا أنت ما قلتليش يا فارس، أنت مسافر بره تعمل إيه؟ شغل يابا. ما أنا فاهم، شغل إيه يعني؟ هشتري عربيات من بره وأبيعها في مصر. يا عيني. والنبي أنا الفار بيلعب في عبي من الحكاية دي. حاكم الواد شعبان ده ما بيجيش من وراه غير المصاري. يعني مش هتلعب كورة تاني؟ هطلعها بالتلاتة بس بعد الماتش ده. أني ماتش يابا؟ أني ماتش؟ ماتش الوداع. أيوة مخ يا مخ نضيف أنت، قست عليك. ترجع تاني يا فارس. هلا يا فارس، جاي تراي ولا ايه؟ اه. على مين؟ الحريف فارس. قالوا فيو القديم ولا الجديد؟ مفيش الا حريف واحد يا بابا. تعالى على السؤال قالها لك. هي نتيجة كام؟ 4-0. هتخليك لما الماتش يخلص وتلعب على نضيف. وليه؟ مين اللي غالب؟ واختار طبعا. انا هلعب مع الخسران. اهلا يا كابتن. اهلا المختار. راح شويه مخلوف. Thank you.
بابا صحيح؟ خلاص يا بابا، زمن اللعب راح.